مرحبا، اليوم معنا سيارة انطرنا كتير لتوصل للأسواق، بي ام دبليو اكس 7، سيارة يلي معها الصانع البافاري بي ام دبليو، عم يطمح لينافس بفئة مركبات الاس يو في اللي حجمها كبير. طبعا هيدي السيارة بدها تفوت بمنافسة مباشرة مع مرسيدس جي ال اس، وطبعا اكيد مع العملاق اذا بدكم بهيدي الفئة من السيارات، رينج روفر بطراز الفوج اللي شهير واللي عنده شعبية كتير كبيرة وتاريخ كتير طويل عالم هيدي الفئة من السيارات. بي ام دبليو اليوم جاي تحط راسها براس هالاسماء الكبيرة لتطلع بمنتج بيقدر ينافس بكل جدارة. بالبداية وعلى صعيد التصميم الخارجي، اكبر جدل اثارته هذه السيارة لما ظهرت لاول مرة هو الشبك التهوئة الامامي يلي شايفين هون، اللي بياخد قسم يعني محترم من مقدمة السيارة. هالشبك التهوئة اليسار هو اذا بدكم اللغة التصميمية الجديدة من بي ام دبليو، عم تشوفوا كمان على البي ام دبليو الفئة السابعة. الفئة السابعة اللي هذه السيارة تعتبر يعني الاس يو في منها، اذا بدنا نعتبر انه الفئة السابعة هي سيارة بي ام دبليو بفئة السيدان الكبيرة، هذه السيارة بي ام دبليو فئة الاس يو في الكبيرة الحجم. يعني هدول السيارتين يعني في عندهم رابط بيجمع بيناتهم. مثل ما قلنا المقدمة اكثر شيء بميزها هو شبكة التهوئة الامامي يلي أثار جدل كتير كبير بين ناس حبوه وناس ما حبوه لما طلع على السيارة. أنا برأيي الشخصي إنه هو شكله حلو، بيعطي السيارة كمان هيبة، والتصميم اللي قدروا مهندسي بي ام دبليو أو مصممين بي ام دبليو إنه يدمجوه بالمقدمة، ولو إنه بياخد حجم كتير كبير منها، بس ولكن بيعطي هذا الشعور الحلو والهيبة والإطلالة الحلوة على الطريق. القسم الجانبي من بي ام دبليو اكس 7 دائما السيارات من هذه الفئة بتعاني من إنها بتبين إنه هي فئة مطولة من سيارة تانية. بي ام دبليو اكس 7 تجمع اكيد تصميميا تتشابه كثير مع اكس 5 شائتها الاصغر، بس ولكن مهندسي ومصممي بي ام دبليو نجحوا انه ما كثير يخلوا هالشيء مبين، ما يخلوها تبين انه هي اكس 5 مكبره ومطوله لحتى تحتوي على مقصوره قياده واسعه ورحبه بالخلف. بالقسم الخلفي مثل ما ملاحظين خطوط تصميميه كلاسيكيه، كمان طبعا بهذه الفئه من السيارات بي ام دبليو ما فيهم كثير يروحوا محل كتير بعيد بالتصميم ويطلعوا بتصاميم كتير تكون رياضية، لازم تكون يعني بتجمع الروح الرياضية بس ولكن مع تصميم كلاسيكي بيعطي طبعا حضور حلو على الطريق دائما. بالعاده لما بي ام دبليو او مرسيدس بيقدموا سيارات بيكون الهدف عندهم، يعني هالشكلين بفلسفتهم، هي مش التفوق الوحده على الثاني، هي التفوق على الافضل الموجود بالاسواق. يعني لما بي ام دبليو بتنزل سياره سيدان كبيره بيكون الهدف تبعها انها تنافس مرسيدس اس كلاس، مش لانه مرسيدس اس كلاس، لانه مرسيدس اس كلاس هي سياره متفوقه بفئه مركبات او سيارات السيدان الكبير الكامل الحجم التنفيذي اللي هي بتليق بالملوك وبتليق بالرؤساء. نفس الشيء لما بي ام دبليو قررت انها تفوت على قطاع مركبات الدفع الرباعي بعدد الاستخدام الكبيره الحجم مع السياره اللي عم نجربها نحن اليوم بي ام دبليو اكس 7، كمان بدها تنافس الافضل بالاسواق، مش بس بدها تنافس مرسيدس جي ال اس. جي ال اس منها هي اذا بدكم زعيمه او ملكه هذه الفئه، ملكه هذه الفئه هي رينج روفر. ولا تقدر بي ام دبليو انها تنافس رينج روفر اعتمدت على الشيء اللي هي بتعرف تعمله كتير منيح، وهي تجربه القياده الرياضيه الديناميكيه يلي اساسا يعني بي ام دبليو اذا بدكم بنت مجدة تاريخي عليها. ولهالشيء او لهالسبب هيدا اجت بي ام دبليو اكس 7 تتمتع بمستويات عاليه من الاداء الديناميكي الرياضي يلي بخليك تحس انه هي سياره، او ما بخليك تحس بحجمها الكبير. يعني انت عم بتسوق السياره ما بتحس انه انت ديناميكيا ما بتحس انك موجود بسياره كبيره عندها مقصوره فيها صفين مقاعد خلف الصف الامامي وبتتسع لسبع اشخاص او يمكن اكثر، بتحس انك عم تسوق سياره بي ام دبليو نشيطه رياضيه وعندها تجربه قياده بيسيطر عليها الاداء الديناميكي والمحرك اللي الرياضي بتبعه بردات فعله. من جهه ثانيه بي ام دبليو عم تقول لمالكها
انه بتقدر انت وقت ما بدك تسوق سياره لتستمتع بتجربه القياده الديناميكيه بيعمل لك اياها، بدك تنتقل من نقطه لنقطه، فيك بكل بساطه تعتمد على اجهزه مساعده السائق وتسوق السياره بكل راحه وبكل اريحيه، وبتقدر انت تعمل انت شيء خلال وقت قيادتك للسياره تكون عم تقدر عم تركز على شيء تاني. هلا دائما احنا ما بننصح هذا الشيء يصير، بس ولكن بي ام دبليو عم بتامن تجهيزات كثير ذكيه بهذا المجال. انا خلال قيادتي لها اليومين لاحظت كثير من المحلات ما كانت السياره عم اذا بدكم عم تسعفني ببعض المحلات اللي انا بكون فيها، يمكن مش مركز مزبوط على الطريق، عم يعني يمكن بالي مشغول بشيء تاني، عم كانت السياره هي عم تجلس مسار، عم تاخذ المسار المزبوط في حال انا كنت عم بشرد عنه. من الاشياء يعني كمان المهمه اللي وفرتها بي ام دبليو لاكس 7 لتقدر يعني تنافس فيها رينج روفر فوغ، هي وضعية القيادة اللي بتتميز عادة سيارات رينج روفر بأجيال المتعاقبة. وضعية القيادة بسيارات رينج روفر دايما بتتميز بهالوضع بالمقعد يلي بيكون مثبت بمستوى أعلى من حافة الزجاج الجانبي، وهذا الشيء بخلي السائق يحس انه هو عنده اشراف على الطريق وإطلالة حلوة على الطريق، شعور بالسيطرة على الطريق، و يعني شعور هيك بالفخامة اللي بتتأمله من خلال الطريقة اللي بتطلع فيها إلى خارج السيارة. بي ام دبليو داركوا هذا الأمر مع اكس 7 ومنورة نفس الميزة. وضعية القيادة مرتفعة، زجاج الجانبي عنده الحافة المنخفضة اللي كمان بتأمن شعور أعلى بالانشراح وبتحسس السائق أنه هو فعلا يعني بمكان مميز، بالإضافة طبعاً لمستويات الفخامة الكتير عالية اللي بتتمتع فيها السيارة وجودة المواد اللي مصنوعة منها مقصورة القيادة. هلا على صعيد مقصورة القيادة يمكن تصميمياً لا ترتقي أبداً للرونق والجمال اللي عندها إياه مقصورة رينج روفر، بس ولكن هيدي فلسفة بي ام دبليو. مقصورة أو لوحة القيادة لازم تكون عملية أكتر، ما كتير بيركزوا على مستويات الجمال اللي فيها، بيركزوا أكتر على تكون عملانية. هي عملانية كمان، ما منا بقول عملانية مش معناتها أنه هي يعني كتير تصميمها أبدا مش مقبول، لا بالعكس، ولكن تصميم عادي ما فينا نقول عنه أنه فيها الشيء اللي مميز مثل اللي موجود عند رينج روفر أو مقصورة قيادة ولوحة قيادة رينج روفر. بس ولكن كمان شيء بيلعب دور كمان إيجابي لا تعزيز من ثبات الفخامة داخل السيارة هي العزل الصوتي. السيارة بتحسها معزولة عن ضجيج الخارج خلال القيادة. تعليق كمان بأمن التماسك، يعني التوازن اللي إجمالا كتير بسيارة بتأمنه بين التماسك ومستويات الراحة. بي ام دبليو اكس 7 حصلت على كمية كتير كبيرة وكتير مهمة منه، توازن ممتاز بين مستويات الراحة وبين التماسك يعني، والقدرة على اجتياز المضافات بدون ما يكون في كتير تمايل لجسم السيارة.